يد لنشاط جماعة إجرامية منظمة عن قضية المتاجرة في المخدرات الصلبة باستعمال وسيلة نقل متبوع بالسرقة، التزوير والاستعمال المزور، والحيازة على وصفات طبية ممهورة على بياض، واستعمالها بدون وجه حق، الهجرة السرية، الإقامة غير شايف 5 أشخاص مشتبه فيهم اتباعاً، منهم رعيتين إفريقيتين مع تفتيش منازلهم، أين تم حجز 62.15 غرام من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 378,370 دينار، 200 دولار أمريكي، 100 أورو، 50 ليرة نيجيرية، محلول مخدر شفاف، أسلحة بيضاء، 11 هاتف نقال، 3 وصفات طبية مزورة، مع حجز المركبة التي كانت تستعمل في نقل وترويج تلك السموم.